المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال الذي تحتضنه الجزائر والذي انطلقت فعاليته البارحة يرى خبراء في الميدان الاقتصادي أن أفريقيا تتمتع بمختلف الإمكانيات في جميع الميادين، بحيث تعتبر البلدان الأفريقية المصدرة رقم واحد للمادة الأولية، ناهيك عن تلك الإمكانيات الفلاحية التي تتمتع بها دول إفريقيا، ما يجعل الجزائر مجبرة على اقتحام هذه الأسواق بقوة. الأسواق الإفريقية ليس فرصة للتصدير فقط للمنتجات الجزائرية، وأيضا فرصة للمواد الأولية، لأننا كما نعلم أن المؤسسات الجزائرية تستورد تقريبا 70% من مدخلاتها، والبلدان الإفريقية توفر مواد أولية تنافسية جدا في القطاع الفلاحي، في القطاع الصناعي، في قطاع الخشب. إفريقيا التي تتخبط معظم دولها في نزاعات أهلية، على سبيل الذكر لا الحصر مالي التي أصبحت دولة مقسمة إلى قسمين، يرى خبراء أنها فرصة لهذه الدول من أجل تعزيز الشراكة والخروج من الصراعات التي تتخبط فيها. في السابق كانت الجزائر تساعد أفريقيا على مستوى الدول، الآن هناك تعاون على مستوى القطاع الخاص الجزائري الذي أصبح ينمو، وأصبح هناك رموز كبيرة من الرأسمال الوطني الجزائري الذي لديهم الإمكانيات لكي يستثمروا في أفريقيا ولكي يستثمر الأفارقة أيضا في الجزائر. المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال أتى بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر ودول إفريقيا، وهو فرصة لإفريقيا للتأكيد موقفها على الساحة الدولية كمجموعة قوية وفعالة سواء على الصعيدين السياسي والاقتصادي.